أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل يجوز السماح للخادمة بالحج لقضاء فرضها ولو كان بدون محرم، علما بأنه يتعذر عليها أن تحصل لها فرصة الحج فرصة أخرى من بلدها بسبب ضيق اليد وبعد المسافة، وكونها أصلا ها هنا تعمل بدون محرم؟ عموم الحديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. هذا عام للخادمة وغيرها من النساء، عام للخادمة وغيرها من النساء، وكونها جاءت بدون محرم لا يبرر أنك ترخص لها تحج بدون محرم. لكن هي إذا حجت من نفسها وذهبت فمسؤوليتها عليها، أما أنت فإنك لا تأذن لها بذلك. نعم.